بايع عبد الواحد فاعل جمعوي مدينه المحمديه ومنسق الاحياء فيما يتخص بعمليه ديال مسابقه احسن زقاق. اليوم حقيقه هذه العرس هذا كانت اول مره في تاريخ المحمديه كتكون هذه المسابقه هذه دارت، وكنعتقد شخصيا بان هذه المسابقه وهذا البراد هذا داز واحد المستوى لا باس به ومشرف لمدينه المحمديه اللي كان كيغلب عليه الطابع ديال الزهور والورود. نظيم عضو بلجنة التتبع ديال المهرجان ديال صيفيات المحمدية. عايز بنجدي محمد من مدينة سلا. أول مرة تنشاركوا في هذا المهرجان، حنا قالوا لنا هذا المهرجان رقم 3 في هذه المدينة، وأول مرة تنجيو لمدينة المحمدية. حنا واخا قرب المحمدية أول مرة تنجيو هنا، وزعما عجبنا هذا المهرجان، كان منظم وكان نظيف، كانوا الناس كاملين زعما متعاونين. وتنشكر هاد الناس كاملين اللي صايبوا هاد المهرجان، وزعما بغينا المغرب كامل يكون فيه بزاف المهرجانات بحال هكا، يعني مهرجان منظم وشكرا. المغرب وشرف مدينه الزهور ومدينه الرياضات مدينه المحمديه جميع الملتقيات الدوليه والعالميه. رياضه المناسبه هنيئا لابناء مدينه الزهور، هنيئا لابناء مدينه هي الرياضة عندي من رياضة فنون الحرب اللي أيضا كبروا فيها وفكروا فيها أبطال مدينة المحمدية. إذا كنظن أن المعاينة في لجنة التحكيم، إذا ضرب الرباط اللي غادي يقدموا للمغرب من طنجة إلى الدويرة هي رياض قسام. سميتي فاطمه الزهراء وجينا المدينه المحمديه. هذا المهرجان زوين بزاف حيت اكتشفنا بزاف ديال المواهب زوينه، واكتشفنا ديال مجسمات زوينه من احياء متنوعه. اي رياض السلام.